الانسحاب هسه دي مشكلتين، قد يعجل الصدام اللي تحدث انا عنه، الصدام ما بين الميليشيات والتيار الصدري، وهذا سوف يكون، لن يستطيع اي جهه من هذه الجهات ان توقف هذا الصدام، سوف يحصل الحقيقه حتى لو على مستوى افراد، او انه الصدام سوف يحصل بشكل العام، اقصد في حال انه الانتخابات لم تجرى، او اذا جرت انتخابات والنتائج لم تكن بالمستوى اللي يطمح له كل فريق منه. إذن احنا ذاهبين الى الفوضى بسبب هذه الميليشيات.